إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، فاليوم العالمي للوقاية المدنية قلب مدينة بن سنان. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب مدينة بن سليمان، فتخليدا لليوم العالمي للوقاية المدنية. شوفوا معايا أنشطة اللي مديرة أسرة الوقاية للتلاميذ. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم، فعديد من الأنشطة لدير أسرة الوقاية المدنية إلى التلاميذ. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، شوفوا معايا العديد من الأنشطة لدير أسرة الوقاية المدنية للتلاميذ بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب مدينة بن سليمان تخليدا لليوم العالمي للوقاية المدنية. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب مدينة بن سليمان تخليدا لليوم العالمي للوقاية المدنية. فأسرة الوقاية المدنية دايرين بزاف أنشطة للتلاميذ بمناسبة هذا اليوم العالمي للوقاية المدنية. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، رجال الوقاية المدنية العديد من المسؤولين. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، صباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل الصباحي المباشر من قلب الوقاية المدنية. شوفوا معايا العديد من الأنشطة اللي دايرين رجال اللي دايرين الأسرة ديال الوقاية المدنية التلاميذ. شوفوا معايا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة
مباشر من قلب مدينة بنزيمان تخليدا لليوم العالمي للرعاية المدنية. العديد من الأنشطة أسرة الوقاية المدنية ليرينها التلاميذ والصورة أمامهم. دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة يوتي بالصورة أمامكم، مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة يوتي بالصورة واضحة أمامكم. هذه هي الأنشطة اللي دايرين أسرة الوقاية المدنية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية. الصورة أمامكم. إذن مرة أخرى صباحكم سعيد مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر من قلب مدينة بن سليمان أسرة الوقاية المدنية دايرين عدة أنشطة بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. إذن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، فنبقى لي نودعكم كيفما تبعتوا معايا هاد المباشر من قلب الوقاية المدنية. شفتوا الأسرة الوقاية الأسرة ديال الوقاية المدنية عاملين الأنشطة للتلاميذ. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، فما بقى لي إلا نودعكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. دمتم في رعاية الله، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله مشاهدينا الكرام. الصورة أمامكم رجال الوقاية المدنية مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، فبقى لي إلا نودعكم دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله مشاهدينا الكرام.
الناس.